الخير واهلا وسهلا بحضراتكم الى هذه التغطيه الخاصه تاتيكم على شاشه اكسترا نيوز. حنكون مع حضراتكم من دلوقتي وعلى الهواء مباشره. الحقيقه انه منذ قليل تابعنا مع حضراتكم على الهواء المؤتمر الصحفي للهيئه العليا للانتخابات، وسمعنا انه الهيئه تتابع تصويت او بدء تصويت المصريين في الخارج. البدايه كانت مع نيوزيلندا لانه في طبعا فروقات توقيت، ولكن بدءا من 10 مساء اليوم 30 نوفمبر بتوقيت القاهره طبعا، يعني بنتكلم على اقل من نصف ساعه بدات بالفعل عمليات التصويت في الخارج. اذا البدايه كانت نيوزيلندا. عندنا استراليا التصويت فيها هيكون في تمام 12 من منتصف الليل. لدينا دول أخرى مثل كوريا الجنوبية والشمالية الساعة 2 فجرا فجر يوم الجمعة، وعدد آخر من الدول تباعا. التصويت في العموم، وهذا طبعا ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات، أنه على مدار الثلاثة أيام الجمعة والسبت والأحد بيبدأ من 9 صباحا وحتى 9 مساء. الحقيقة إنه الاستعدادات، إحنا ربما منذ الأمس على شاشة أكسترا نيوز ونحن نتابع مع حضراتكم كل الاستعدادات في الكثير من اللجان في دول كثيرة حول العالم. نتحدث إذن عن هذا الماراثون للانتخابات الرئاسية والذي ينعقد بالفعل. وطبعا زي ما بنقول لحضراتكم إنه الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت بالفعل مؤتمر صحفي من داخل غرفة العمليات حول بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024. الهيئة تابعت عبر الفيديو كونفرنس بدء تصويت الجالية المصرية في نيوزيلندا، والمستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أكد استمرار متابعة سير عمليات التصويت في سفارة نيوزيلندا وكل السفارات لحين انتهاء جميع عمليات التصويت. كمان السفارة المصرية الحقيقة في ويلينغتون قد فتحت أبوابها أمام المصريين المقيمين في نيوزيلندا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. بيستمر الاقتراع على مدار 3 أيام، الأول والثاني والثالث من ديسمبر، وزي ما بنقول لحضراتكم طبعا وفقا للجدول الزمني اللي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال التوجه المباشر من الناخبين في نيوزيلندا إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية هناك. طبعا فروق التوقيت، عشان كده بنقول لحضراتكم إنه هي الأيام الرسمية الجمعة والسبت والأحد، الأول والثاني والثالث من ديسمبر، ولكن نيوزيلندا بدأت بالفعل 10 مساء، يعني منذ حوالي أقل من نصف ساعة بتوقيت القاهرة. انتهت أجهزة الدولة من كل الاستعدادات اللوجستية لبدء هذا الماراثون، ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج. تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من بعثات وقنصليات وتسليم صناديق الاقتراع، كل اللوجستيات اللازمة والمتعلقة بهذا السباق الرئاسي. نتابع معا. استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. استكمال كل الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. التزام السفارات والقنصليات بتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية. تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر. تسهيل عملية تصويت المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات. توفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين. وزير الخارجية تفقد الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج بسفارة مصر في باريس. الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من كل الاستعدادات اللوجستية لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج. التأكد من جاهزية المقر الانتخابية من بعثات وقنصليات وتسليم صناديق الاقتراع واللوجستات اللازمة للسباق الرئاسي. توزيع أجهزة مسح إلكترونية لاستخدامها في إدخال بيانات الناخبين وصناديق الاقتراع. تخصيص قاض لكل صندوق وتحديث أجهزة الحاسب الآلي في القنصليات والسفارات. استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.
ولتفاصيل أكثر بينضم إلينا هاتفيا الدكتور أبو الفضل الإسناوي مدير وحدة الدراسات بقطاع أخبار المتحدة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا دكتورة. البعض أحيانا بيراهن على مشاركة وإيجابية وعلاقة المصريين بالخارج بوطنهم الأم، والبعض الآخر الحقيقة وهم كتلة الأكبر بيشوفوا أنه دائما الرهان على حب المصريين في الخارج هي مراهنة يعني تكسب وتربح في كل الأحوال. إزاي حضرتك بتشوف، ومنذ دقائق انطلق بالفعل ماراثون الانتخابات الرئاسية، البداية كانت مع نيوزيلندا الساعة 10 بتوقيت القاهرة، وتباعا طبعا على مدار الساعات المقبلة بتفتح اللجان في دول العالم المختلفة مقار اللجان الانتخابية. إزاي حضرتك يا فندم بتشوف مشاركة المصريين، إزاي هتشوفها، إزاي متوقع أن تكون هذه الإيجابية من حب المصريين في الخارج لوطنهم والمشاركة في كل ما يتعلق بوطنهم الأم؟ خلينا نشير أستاذ دكتورة منا في البداية إلى أني الآن بدأت الانتخابات الرئاسية في نيوزيلندا، تبدأ لمدة 3 أيام. الانتخابات المصريين في الخارج دائما ترتبطهم حاجتين: مفهوم الاستقرار، استقرار اجتماعي، استقرار سياسي، لأن في النهاية المغترب دائما هو صاحب مصلحة، مصلحته الرئاسية ومصلحته الأساسية دائما يحافظ على ادخاراته وعلى أملاكه وعلى كل ما يتعلق في أرض الدولة، بالتالي دولته هي الصورة الذهنية الرئيسية فيها فكرة الاستقرار والسلام. اثنين، خلينا نشير لحاجة مهمة دائما. هناك كثير من الأرقام تتكرر وتحسب فكرة المشاركة الانتخابية المصرية في الخارج فيما يتعلق برقم تكرر منذ يومين، هو تقريبا 14 مليون مصري في الخارج. يعني تقديراتنا والقياس الحقيقي عشان ما تبقاش الأرقام بتمثل مفاجأة لغالبية المحللين والمصريين، إن دائما احنا لما نيجي نقارن بانتخابات الجرية منذ بدء تصويت المصريين في الخارج، أنا بتصوري إن الأرقام بتشير وفقا للدلالات في 2012 و2014 و2018 إن أكثر تصويت كان المصري في 2012 كان تقريبا 349,600، وهذه بالطريقة بالمقارنة بالحسابات اللي فكرة 12 مليون و14 مليون ده يحتاج إلى حسابات دقيقة. اثنين، في انتخابات في 2014 كان عدد تصويت المصريين تقريبا 318,033 صوت، في 2018 كان 157,060 صوت، بالتالي هناك في تغير واضح فيما يتعلق بالتراجع في تراجع مشاركة المصريين بالخارج، وده ناتج عن دائما في كل دول العالم دي ظاهرة رئيسية تتعلق بالمشاركة السياسية في أي انتخابات، سواء كانت انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية، دائما في كل مرحلة ترتبط بظروف وسياقات مختلفة. لكن الفارق اللي كان واضح ما بين في كل هذه الانتخابات، في انتخابات 2014 كان عندي 2012 كان عندي 13 مرشح، كل مرشح له بعض أنصار. في 2012 كان عندي 2 مرشحين، في 2018 كان عندي 2 مرشحين، وبالتالي إذا تفاجأنا وتقاربت النسبة الآن، والآن عندي تقريبا الآن عندي 4 مرشحين، منهم مرشح مستقل و3 مرشحين يمثلون 3 أحزاب سياسية متنافسة، لهم أغلبهم أو 2 منهم لهم كتل أو أوزان نسبية في البرلمان. بالتالي في تصوري إذا اقتربنا في هذه الانتخابات من 100,000 أو اقتربنا للرقم 157,000 صوت، أنا بتقديري هذا الرقم يعبر عن واقع حتى المشاركة المصريين في الخارج. أنا أشير مرة ثانية إلى أن الأصوات أو مشاركة المصريين في الخارج قد لها في هذه الانتخابات لها مجموعة محددات. واحد، الحملات الانتخابية في هذه المرة استطاعت أن تقوم بأدوار إيجابية. الحملة الرئيسية الحملة الانتخابية الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريبا أجرت ما يقترب من 40 لقاء مع من 60 دولة فيما يقترب من 750 أكثر من 750 مصري، وبالتالي هذه الاتجاهات قد تكون مؤثرة. هذا بالإضافة إلى المقابلات المباشرة اللي كانت في داخل مقر الحملة الانتخابية. اثنين، أيضا هناك حملة أخرى قامت بأدوار واضحة مع واتصالات مباشرة، حملة المرشح حازم عمر أمس وقبل أمس قامت أيضا بمجموعة من اتصالات مباشرة. هناك في عوامل أخرى جديدة، كثير من المرشحين وفقا لملاحظاتنا قاموا بنشر برامجهم الانتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا، وفي كثير منهم كمان يا فندم لفوا في المحافظات وعقدوا مؤتمرات وقعدوا مع الناس واتكلموا وشرحوا لهم برامجهم الانتخابية. شفنا ده الفترة اللي فاتت. أشير دكتورة منا إلى أن نفسه في هذه الانتخابات أيضا هناك مشهد كان واضح،
هناك فوائد زي ما أكدت أكثر من مرة استطاعت أن تؤثر في المشهد الانتخابي الداخلي اللي هو ينعكس بالصورة الذهنية على الخارج. الداخل كان له تأثير واضح، أنا رصدنا تقريبا أكثر من 320 مؤتمر في جميع محافظات الجمهورية. هناك في محافظات مثل أسيوط أو غيرها أجري فيها أكثر من 3 مؤتمرات، القاهرة كان فيها أكثر من 8 مؤتمرات، إسكندرية أيضا كان فيها أكثر من 3 مؤتمرات. بالتالي وهذه المشاركات لم تعبر عن اتجاه سياسي واحد، لا، هناك أحزاب، الحزب المصري الديمقراطي أجرى أكثر من 3 مؤتمرات في محافظة أسيوط، وأجرى مؤتمر في البحيرة، وقبل أمس في إسكندرية. يعني هناك تنافس حقيقي واضح، هناك مساحات مفتوحة، بالتالي كل المؤثرات واضحة. أرجع لدائرة نيوزيلندا، نيوزيلندا برضه خلينا نشير إن هي في انتخابات 2018 حصلت على تقريبا 29 صوت، وبالتالي نسبة التخفال ده واقع حقيقي احنا بنراه في ما يتعلق احنا بنقارن طبعا نسب التصويت او الكتلة التصويتية بعدد المصريين اعضاء الجالية المصرية اللي موجودة. تمام، نحن نقارن بهذا الرقم، وبالتالي انا اتصور المشاركة هتكون في معدل، في تقدير معدل يكون في المستوى الكويس او المستوى لن تقل كثيرا عن انتخابات 2018، بالتالي لن تقل عن 157 ألف صوت في هذه. المصريين في الخارج دكتور دايما بيطلق عليهم ان هم سفراء مصر في الخارج، واي مواطن يعني بره بلده بيكون هو سفير هذا البلد في الخارج. بنتكلم هنا عن قوتين بيمثلهم اي مصري في الخارج، قوة اقتصادية طبعا احنا عارفين انه مصريين في الخارج هم من يصدرون او يعني لهم علاقة مباشرة بالدخل، دخل العملة الاجنبية، وطبعا قوة اخرى وهي القوة الناعمة، فكرة تمثيل مصر في الخارج والحديث عن مصر في الخارج حتى دلوقتي بلغة العصر في السوشيال ميديا وغيرها. ازاي حضرتك بتشوف انه ممكن استثمار هذه الحالة من الانتخابات الرئاسية اللي موجودة والمصريين في دول العالم اللي هينزلوا بالفعل لصناديق الاقتراع ويشاركوا، ازاي حضرتك بتشوف انه ممكن نستثمر هذه المشاركة بشكل ايجابي، ناخدهم اكتر ونعرف افكارهم اكتر ونستمع عليهم اكتر ونوري العالم صورة كمان اكتر واكثر دقة وحقيقة عن مصر؟ زي ما اكدت حضرتك ان دائما المشاركة الانتخابية دائما بترتبط بالمصلحة، بمصلحة اي مواطن بترتبط بفكرة الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام المجتمعي. المصريين في الخارج زي ما بأكد حضرتك في منهم كثير من رجال اعمال مستثمرين، وجودهم في هذه الحالة دائما او في هذه في طوابير انتخابات يعبر عن حالة استقرار سياسي في الدولة المصرية، وبالتالي ده بيمثل رقم واحد هو صورة ذهنية تؤثر على كثير من المستثمرين العرب والاجانب للدولة المصرية. اثنين، الدولة المصرية خلينا أشير بس هي قدمت الكثير للمصريين في الخارج، يعني الدولة المصرية أنشأت وزارة لعبت دور وتسهيلات كبيرة، لم يكن المصريين في الخارج لهم أي اتصال، أصبحت لهم مقاعد في البرلمان المصري، أصبحت الوزارة تفاعل معهم في كل مشكلاتهم، بل أيضا الدولة المصرية قامت بإعداد أكثر من تقريبا 14 مبادرة كلها كانت تعكس مصالح اقتصادية ومصالح اجتماعية ومصالح سلمية كلها ارتبطت بالمصريين في الخارج. بالتالي أتصور أن وجود المصريين في الخارج في هذه الانتخابات والصورة التي سيعطوها لها وتحكس عن حالة الدولة المصرية واستقرارها. كما أشير أيضا إلى أن لازم بد أن أشير إلى أن ما فعلته الدولة المصرية فيما يتعلق بأزمة غزة سينعكس على انتخابات أو على نسب تصويت المصريين بالخارج، سيمثل هناك زخم كبير خاصة في تقديري في دول أوروبا. ما فعلته الدولة المصرية في أزمة غزة سينعكس كليا، الدولة المصرية تقريبا استقبلت عدد كبير جدا من رؤساء وزراء ووزراء الدول الأوروبية، وكان هناك لقاءات كبيرة مؤثرة في الأزمة الحالية، وبالتالي كل هذه المؤثرات مجملها قد ينعكس إيجابيا على المشاركة المصرية. نعم، نأمل ذلك والصورة تبقى جميلة بمشاركة المصريين أكتر وأكتر فيها، وكل الدلالات اللي بتترتب على هذه الصورة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور أبو الفضل الإسناوي مدير وحدة الدراسات بقطاع أخبار المتحدة. أنهت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وبتجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام، الجمعة والسبت والأحد، حيث تعمل اللجان الانتخابية اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي المقرر لكل دولة.
أيضا أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي أن الانتخابات الرئاسية خارج البلاد والتي ستنطلق اعتبارا من الغد ولمدة 3 أيام متصلة تمثل استحقاقا انتخابيا بالغ الأهمية، وأنه يتعين على جميع أبناء الشعب المصري خارج البلاد الحرص على المشاركة الإيجابية الفاعلة والتوجه إلى مراكز الاقتراع بمقار السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه مناسبا لقيادة سفينة الوطن للوصول بها إلى بر الأمان. وقال المستشار حازم بدوي إن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تدخر جهدا في سبيل التيسير على الناخبين وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ أمامهم وتعوقهم عن ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة والتصويت في العملية الانتخابية، موضحا أن الهيئة حددت 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم كمراكز انتخابية للمصريين في الخارج من المقيمين أو الزائرين للإدلاء بأصواتهم. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على إحاطة العملية الانتخابية بكافة ضمانات النزاهة والشفافية المطلقة وفقا لأحكام الدستور والقانون وطبقا لأعلى المعايير الدولية المتعارف عليها في شأن إدارة الاستحقاقات الانتخابية على نحو يكفل أن تكون أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع معبرة تماما عن إرادتهم الحرة. الانتخابات الرئاسية في الخارج تجرى في 21 و23 من ديسمبر 2023. في حالة الإعادة ستكون الانتخابات الرئاسية أيام 5 و6 و7 من يناير 2024. لكل مصري يتواجد في الخارج في يوم انتخابات الرئاسة الحق في الإدلاء بصوته. تجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم. تنشر جميع مقر لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات. تعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لدولة المقر. لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بالخارج بصوته في الانتخابات. لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج. أيضا أشاد عدد من أبناء الجالية المصرية في السعودية بدعم الدولة للمصريين بالخارج خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أشادوا بكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم الجاليات المصرية في الخارج، كما دعوا جميع أبناء الجالية المصرية للتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية. بشارك في العملية الانتخابية دعم للدولة المصرية دولتي بلدي اللي بتشرف ان انا بنتمي ليها واللي بنحاول نشرفها احنا كمصريين في الخارج. شايفين جهود الدولة لينا كمغتربين في الشهور الأخيرة، كذا مبادرة اتعملت لينا ولسه الدولة مكملة، فلازم ادعم بلدي للمستقبل وللجديد وللتطور. الناس هنا كانت الاول تنزل مصر من كام سنة ترجع متأففة، دلوقتي بينزلوا بيشوفوا ان مصر بقت دولة مختلفة، بقت فيها انشاءات وحضارة بتظهر من جديد تاني، بنبنيها زي ما كانت بتتبنى زمان، فلازم اشارك في العمليه الانتخابيه. ان شاء الله اكيد ناويين نشارك في الانتخابات طبعا، ده حق مصر علينا ان احنا نختار وننزل نشوف مين الاصلح ونديله صوتنا. وان شاء الله نازل يوم الجمعه انتخابات الرئاسه يوم 1 و2 و3 في القنصليه المصريه في الرياض، وبدعو كل المصريين النزول يوم الجمعه ان شاء الله سواء في القنصليه في الرياض او القنصليه في جده. ده يوم عيد للمصريين، ويا ريت كل الشباب تنزل، والحمد لله نزل الشارع وشاف شوارع كتير، الشباب كتير ان شاء الله نازل لان احنا بنمر بظروف استثنائية، فأتمنى الشباب تنزل لأن عشان يكتمل المشهد الديمقراطي، وانزل واختار اللي انت عايزه، مش بنقول لك اختار فلان أو فلان، لا، في أكتر من مرشح واختار اللي بينهم على حسب اختيارك انت، بس أهم حاجة انزل وخد أهلك، خد أطفالك أولادك، علمه عشان يشوفوا المشهد. يوم 1/12 هيكون هو باكورة الوطنية
والنزول من أجل مصر ومن أجل مستقبل مصر ومن أجل أبنائنا بمشيئة الله، دعما وتأييدا لمصر آمنة مستقرة بحدود آمنة وبالجهد المخلصين من أبنائها الوطنيين في الخارج. بمشيئة الله هنكون عنوان مشرق ومبهر لمصريين الداخل ومصريين الخارج وللعالم أجمع بمشيئة الله. مشاركة في الانتخابات الرئاسية في حد ذاتها هي رسالة احنا بنوصلها، بنقول ان المصريين في كل حتة بالذات المصريين بالخارج، لانها بتكون ضربة البداية في اي استحقاق انتخابي. فبنقول ان المصريين بالخارج عندهم انتماء وعندهم هدف ان هم عايزين يثبتوا ويوروا العالم صورتهم ان هم قد ايه واقفين ورا بلدهم، واقفين بيدوا صوره، بينقلوا صوره ان المصريين بالخارج عندهم وعي وعندهم حس وطني كبير. ده استحقاق انتخابي ايا كان اختيارك، لازم تنزل، لازم تبين للناس زي ما قلنا كده ان دي رساله للعالم كله ان الاختيار تم عن طريق اختيار حر للمصريين. ده استحقاق انتخابي، حقك ما تضيعوش. ده واجب ديني، واجب وطني، واجب إنساني إن احنا نقف جنب بلدنا، منطقة بتمر بظروف استثنائية، ونختار الإنسان اللي هو يقود البلد سياسيا واقتصاديا ويكون يليق بلدنا مصر اللي هي قائدة المنطقة ورائدة في المنطقة. تاني حاجة، لازم نكون إيجابيين، ما نكونش سلبيين، إن نقف وقفة بجد ونقدم حاجات تشرف بلدنا في الانتخابات ايا كان اختيارنا. كلنا ثقة في الشباب المصري وشباب المغتربين، احنا بنقول لكم انزلوا وشاركوا، قولوا للعالم ان احنا شعب مثقف واعي ومدرك وعندنا ثقافة انتخابية. شارك واختار اللي انت عايزه، محدش بيقول لك اختار مين وما تختارش مين، احنا بنقول لك انزل وانتخب، ورقة الانتخابات حط فيها اللي انت عايزه، بس انزل وقول للعالم كله ان احنا شباب وشعب مصر شباب مثقفين واعيين ومدركين باهمية الانتخابات الرئاسية في مصر. بإذن الله كل الشباب هتنزل تشارك في العصر الانتخابي، انتخابات رئاسة الجمهورية للمصريين بالخارج. في الفترة الحالية الشباب بقي كله عنده وعي، كله بقي عارف ازاي مصر في المرحلة دي محتاجة صوته، ازاي كلنا نقف جنب مصر ونوضح للعالم كلها ان الشباب موجودة، وان الشباب طول عمره فاهم وعارف قد ايه ان مصر دايما بتناديه. انا بدعي كل واحد موجود داخل المملكة العربية السعودية مصري شارك في الاستحقاق الانتخابي ويشارك بحقه الدستوري اللي كفله له الدستور. الشكل العام لازم نوضح صورة للعالم الخارجي والناس بره والناس اللي بتتابع العملية الانتخابية قد ايه المصري مثقف ومهتم بحقه الانتخابي، مهتم بدعم الدولة، مش فكرة دعم مرشح بحد ذاته على قد ما هو فكرة دعم الدولة المصرية. طبعا تابعنا مع حضراتكم انه السفاره المصريه في ويلينغتون فتحت ابوابها امام المصريين المقيمين في نيوزيلندا للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه 2024. بيستمر الاقتراع على مدار 3 ايام، الاول والثاني والثالث من ديسمبر، طبقا للجدول الزمني الذي اعلنته الهيئه الوطنيه للانتخابات من خلال التوجه المباشر من الناخبين في نيوزيلندا الى مقر البعثه الدبلوماسيه المصريه هناك. من نيوزيلندا نذهب إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا إلى الرياض، ونستمع إلى أحد أبناء الجالية المصرية في الرياض، الأستاذ علاء خليل، معنا هاتفيا. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا دكتورة منى، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. يعني خليني الأول أسأل حضرتك، متابعتكم إيه كأبناء للجالية المصرية في الرياض عن التسهيلات اللي بتقدمها السفارة، لجان الاقتراع، يعني كلمنا أكتر بقى عن هذه الحالة يا أستاذ علاء. نظرا منا اقول لحضرتك يعني من دقايق جالي كام تليفون من داخل القنصليه العامه في الرياض ان ما زال لحد دلوقتي موجود هناك القنصل العام طارق بليجي والمستشار محمد سعد واعضاء القنصليه عاملين مفاجات للمصريين في الرياض. بكره ان شاء الله بعد ساعات قليله المصريين في السعوديه وخاصه في الرياض هيدوشوا العالم
بكثافة التواجد. أنا بقول لحضرتك إن بكرة إكسترا نيوز إن شاء الله هيبقى بثها يعني على مدار الساعة من السعودية لكثرة عدد بإذن الله المتواجدين بكرة واللي جايين من أبناء مصر علشان يدلهم بصوتهم دعما لمصر. احنا باذن الله احنا بدانا تغطيتنا المباشره في اكسترا نيوز من 10 مساء النهارده ومع حضراتكم ان شاء الله بقى اول باول. لا حقيقه انتوا عاملين تغطيه اكتر من رائعه دائما يعني اكسترا نيوز، لكن صحيح بدات في امريكا وفي اوروبا. احنا بكره الساعه 9 8 بتوقيت مصر باذن الله هتشوفهم عندنا اعداد بتقول ان المصريين في الخارج بالصدق هم خط الدفاع الاول وان هم اكثر الناس في العالم بيحبوا وطنهم. شباب عائلات بكرة بإذن الله يا دكتورة منا ما تعرفيش كمية العائلات اللي بتتعاهد هتصلي فين وبعد الصلاة جنب بجوار القنصلية وعلى طول هتبقى موجودة. القنصلية هتفتح أبوابها إن شاء الله 8 صباحا بتوقيت القاهرة عندنا. بتوقيت القاهرة 9 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية بإذن الله. بكرة الانتخابات إلى 9 مساء يوم الجمعة يوم السبت ويوم الحد. المصريين في السعودية بإذن الله ان شاء الله متعهدين هذا العام ان هم يحصدوا المركز الاول في الحب والوطنيه والدفاع عن بلدهم بالتصويت في الانتخابات. نعم نعم احنا متحمسين جدا عشان نشوف العائلات المصريه زي ما حضرتك ذكرت وهذه الحماسه الموجوده عند المصريين. صحيح هنكون مبسوطين بهذه الصور بس الحقيقه انه مش هنكون متفاجئين لانه عمرنا ما تفاجئنا من اقبال المصريين على المشاركه في الاستحقاقات الدستوريه والمشاركه بكثافه في الانتخابات الرئاسيه، لانه ده احساس كل مصري جوه وبره مصر انه ده دوري وده واجبي ان انا اشارك واقول رايي ايه وابني وطني بنفسي وبايدي. أنا بشكر حضرتك وبكرة إن شاء الله أكيد هنكون مع حضرتك على مدار اليوم ناخد منك تفاصيل وصور كتيرة جدا الأستاذ علاء خليل أحد أبناء الجالية المصرية في الرياض. مرة أخرى نعود طيب لا هنذهب إلى اتصال هاتفي معنا من الكويت معالي السفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا دكتورة منى. أهلا وسهلا. وأيضا الكويت طبعا لدينا جالية مصرية كبيرة بالكويت والكويت أيضا تفتح أبوابها بإذن الله في تمام 8 صباحا بتوقيت القاهرة. لو بداية نسأل حضرتك يا فندم عن الاستعدادات والتسهيلات اللي جهزتها السفارة لأبنائنا وأهالينا المصريين في الكويت لتشجيعهم وتحفزهم على القدوم والمشاركة في هذه الانتخابات. منذ بدء الإعلان عن العملية الانتخابية الرئاسية قامت السفارة بالتواصل مع كافة أبناء وروابط المصرية على أرض الكويت وأيضا بمجتمع رجال أعمال لحثهم على المشاركة وأيضا التواصل مع جموع المصريين المتصلين من خلال تعاملات القنصلية اليومية من توافدهم على القنصلية وأيضا من ضمن التسهيلات اللي قدمتها للسفارة اختيار المقر الانتخابي السفارة. تم اختيار صالة 4 بأرض المشرف بأرض معارض الكويت وذلك لسهولة الوصول إليها وتيسيرا عن المواطنين للوصول المواصلات العامة أو الخاصة حيث تتوفر العديد من المساحات لركن السيارات بها وأيضا لحفلات والباصات لسهولة التيسير عليها. والنهاردة كان كافة أعضاء السفارة تم وضع والتجهيز وانتهاء من تجهيز مقر الانتخابي استعدادا لاستقبال الأبناء الجالية غدا. كما تعلمين أن الجالية المصرية بالكويت تأتي دائما في صدارة عدد الناخبين في الانتخابات خارج الوطن وبالتالي نحن نعول على الوعي والحس الوطني صحيح. والواجب والحق الدستوري للمواطن المصري المقيم بالكويت حيث دائما الجالية المصرية بالكويت في طليعة في التعداد سواء الناخبين او في تلبيه المبادرات الوطنيه والمشاركه فيها. لما حضراتكم يا معالي السفير تواصلتوا مع المصريين في الجاليه المصريه من اماكن مختلفه، اولا بنحيي حضراتكم طبعا على فكره انه اختيار المكان يكون مكان وسط ما يبقاش بعيد او متطرف، يكون مكان بالقرب من اغلب المصريين، واكيد حضراتكم طبعا عندكم الداتا بيز وعارفين الاكثر اماكن تجمع المصريين او
أماكن سكنهم. لما حضراتكم كنتوا بتتواصلوا مع المصريين عشان نعمل الوعي أنه في انتخابات رئاسية وللمشاركة ومجتمع رجال الأعمال وما إلى ذلك زي ما حضرتك ذكرت كده، ردود الفعل إيه كانت يا معالي السفير؟ يعني حقيقي هل حسيتوا من الناس استجابة إيجابية، مهتمين، لا مش مهتمين؟ كانت إيه أغلب ردود الفعل اللي بتيجي لحضراتكم؟ هو طبعا كان في اهتمام واضح عشان الحس الوطني لأبناء الجالة المصرية هنا بالكويت وحبهم لوطنهم دائما هو الدافع وراء كل اتخاذ قرار، سواء مشاركة في انتخابات أو في مبادرات وطنية التي تطلقها الحكومة المصرية. وأيضا الظروف بالغة الدقة التي تمر بالمنطقة هو عامل إضافي وذات من حس المواطن أنه هو ضروري أن يشارك في رسم مستقبل الوطن. وبالتالي كان نتوقع أن يكون هناك توافد أعداد كبيرة من المواطنين على المقر الانتخابي بدءا من الغد حتى انتهاء يوم الأحد بإذن الله. يعني معلش لو هنطيل عليك معالي السفير، فكرة مشاركة المصريين والحشود أمام اللجان أو حتى لو العملية فيها قدر كبير من التنظيم، وطبعا لأنه كمان التايم فريم بتاعنا عندنا 3 أيام كاملين فممكن يبقى في سهولة أكتر وتيسير أكتر لوفود المواطنين على اللجان، إزاي ده ممكن يعكس صورة مهمة جدا لمصر في الخارج؟ وطبعا يعني يمكن الدولة المصرية بقالها سنين ليها شعار مهم جدا أنه ما ننظر إليه أولا هو نظرتنا لأنفسنا وما يشعر به المواطن المصري، ولكن أيضا نظرة الخارج هي نقطة مهمة والكل ينظر إلى أو العالم كله بينظر إلى نظرة باقي الدول إليه. إزاي حضرتك شايف أنه وسط تحديات كثيرة جدا وأزمات عالمية كثيرة وحتى في المنطقة طبعا تحديدا، هذه الصورة بهذه المشاركة بإيجابية تكون صورة هامة جدا في هذا التوقيت؟ طبعا المشاركة المصريين في الخارج هي نقطة تحول في الحياة السياسية في مصر وفقا لسوابق الانتخابات، حازت على عديد من التسابق بين الجاليات المصرية لإتلاب أصواتهم، ولكن كما ذكرت الجالية في الكويت دائما تأتي في الصدارة وده نتيجة حسهم الوطني وأيضا نتيجة تواجدهم في المنطقة وحسهم بكافة التحديات التي تواجه المنطقة، وبالتالي هذا الحس بينعكس في إقبالهم على الانتخابات. طبعا رأينا في الانتخابات ذوي الهمم، أيضا المكفوفين، أيضا كبار السن، وأيضا بهذه المناسبة بشكر طبعا حكومة الكويت ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والهلال الأحمر الكويتي على استضافتهم كافة التسهيلات وتيسيرات للجالية المصرية بحيث تتم عملية الاقتراع بمنتهى اليسر، وإن شاء الله نحن نتوقع وبدءا من الغد وإن شاء الله طبعا قناة إسرائيل نيوز متواجدة معنا وإن شاء الله هتشوف بنفسها هذا العرس الانتخابي إن شاء الله بإذن الله. نكون مع حضراتكم طبعا بالصوت والصورة من الكويت وكل أهلينا هناك ونستمع ليهم ونعرف مشاركتهم ونعرف يعني كيف يشعرون في هذه المشاركة. بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، شكرا لحضرتك يا فندم. كانت السفارة المصرية في ويلينغتون قد فتحت أبوابها أمام المصريين المقيمين في نيوزيلندا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والذي يستمر الاقتراع على مدار 3 أيام فيه، هي الأول والثاني والثالث من ديسمبر طبقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال التوجه المباشر من الناخبين في نيوزيلندا إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية هناك. يمكن كان ضيفنا الكريم دكتور أبو الفضل الإسناوي وإحنا بنتكلم معه في بداية هذه التغطية بيتحدث أنه الدولة المصرية عملت بالفعل حاجات مختلفة في السنوات الماضية، ربطت أكتر وعملت صلات وكونكشنز أكتر مع المصريين في الخارج، بتسمع صوتهم، في أدوات كثيرة تستطيع بها الجاليات المصرية في كل مكان في العالم سواء كانوا في دول قريبة جغرافيا أو بعيدة أنهم يوصلوا أصواتهم أو مشاكلهم أو حتى اقتراحاتهم وأملهم إلى هذا الوطن. الدولة الحقيقة كانت دشنت كمان حملة شارك بصوتك لحث أبناء الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتأكيد على فكرة أنه مصر
دولة ديمقراطية. نتابع المزيد في سياق العرض التالي. استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. الدولة نظمت حملة شارك بصوتك لحث أبناء الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. في إطار حملة شارك بصوتك تم عقد لقاءات مع أقطاب ورموز الجالية المصرية بالخارج. في إطار حملة شارك بصوتك تم عقد لقاء افتراضي مع سفراء وقناصل مصر ونخبة من رؤساء وممثلي الجاليات المصرية من نحو 30 دولة أوروبية. الحملة أكدت للمصريين بالخارج أن المشاركة في الانتخابات واجب ورسالة للعالم بأن مصر دولة ديمقراطية. حملة شارك بصوتك أكدت للجاليات المصرية ضرورة أن يكون لكل مصري بالخارج شريك في رسم مستقبل وطنه، توفير وسائل الانتقال الجماعي لحل مشاكل بعد مكان السفارة والقنصلية عن تمركزات المصريين بالخارج، عقد غرفة عمليات على مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج. استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. أيضا للمزيد بشأن الاستعدادات التي اتخذتها الدولة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي لتصويت المصريين في الخارج، نتابع مع حضراتكم العرض التالي مع الزميلة لما جبريل. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. المصريون بالخارج على موعد مع استحقاق دستوري جديد، وهو الانتخابات الرئاسية 2024 واختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين. في 137 مقر انتخابي ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، إذ تم تجهيز المقار وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، هذا بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية. اللجان الفرعية بالمقرات الدبلوماسية بالفعل أكملت استعداداتها لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات ناخبين ويكون موجود خارج البلاد أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية واختيار من يراه مناسبا لقيادة سفينة الوطن للوصول بها إلى بر الأمان. وحرصا على تسهيل عملية التصويت للمواطنين المصريين بالخارج، شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أكدت بدورها توفير كل السبل، وأنها ذللت كافة العقبات لتعبير المصريين بالخارج عن رأيهم في الانتخابات الرئاسية بكل شفافية ونزاهة، كما تعهدت بأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات، وأعربت عن ثقتها في أن أبناء مصر بالخارج المنشغلين بقضايا الوطن لن يتوانوا عن اغتنام كل فرصة ممكنة ليعكسوا من خلالها الوفاء للوطن وارتباطهم الوثيق بقضاياه. في الوقت نفسه لعبت البعثات الدبلوماسية بالخارج دورا لتوعية أبناء الوطن بالخارج بالإجراءات اللازمة لتيسير التصويت في العرس الديمقراطي الذي يحرص المصريون بالخارج خلاله رغم بعد المسافات وإقامتهم بالخارج على المشاركة في رسم مستقبل مصر الوطن. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول انتخابات المصريين بالخارج. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة. وللمزيد حول الانتخابات الرئاسية 2024 بينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الباز الكاتب الصحفي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. يا هل هناك رابط يا دكتور محمد ما بين المشاركة الكثيفة من المصريين في الانتخابات سواء في الخارج أو في الداخل، وما بين فكرة استقرار مؤسسات الدولة وما بين فكرة إظهار مؤسسات الدولة بقوتها الحقيقية، أم أنه لا يوجد رابط؟ لا، الحقيقة في رابط قوي جدا، ومش بس رابط برغبة المصريين في الخارج،
يعني مشاركتهم في مزيد من الاستقرار لمؤسسات الدولة. لأن احنا لو سألنا السؤال هو لماذا يحرص المصريون في الخارج، احنا بنتكلم على الانتخابات تجرى في 121 دولة، 137 سفارة وقنصلية، في حشد هائل جدا بادئ مبكرا جدا وإقبال على هذه الانتخابات. فلو سألنا ليه المصريين في الخارج حريصين على استمرار استقرار مؤسسات الدولة، ده يرجعنا لأنه التجربة المصرية في هذه الفترة في العشر سنوات اللي فاتوا كان ليها فلسفة مختلفة في التعامل مع المصريين في الخارج. يعني المصريين في الخارج قبل هذه السنوات العشر كنا نعرفهم بس أن هم مصدر دخل، كنا نتكلم على تحويلات المصريين في الخارج. لكن الحقيقة الدولة المصرية في هذه التجربة جعلت المصريين في الخارج شركاء في هذه التجربة، يعني اقتربت منهم جدا وقربتهم جدا، وكانوا على دراية بالكم التحديث والتطوير الذي حدث في الدولة المصرية. فهم مش بعيد عن ما جرى، هم شركاء فيما جرى. يعني إذا قلنا أنه في إنجاز حقيقي على الأرض حصل فيما يتعلق باستقرار الدولة، فيما يتعلق بالبنية التحتية، فيما يتعلق بتحديث الدولة في الصناعة في الزراعة في الدخول إلى المستقبل، فهم شركاء فيه. وكأني دي المصريين في الخارج النهاردة وهم بيشاركوا بهذه القوة وبهذا الحشد، هم بيحافظوا على ما أنجزوه ضمن الشعب المصري كله. يعني هم مش بعيد، احنا لقينا المصريين في الخارج متواجدين بكثافة، بتعمل لهم مؤتمرات هنا في مصر، بيتكلموا عن مشاركتهم في الاستثمار، بيتكلموا عن مشاركتهم حتى في الحياة السياسية المصرية. وعايز اقول لحضرتك حاجة، يعني انا كنت لما كنت بلتقط مصريين في الخارج كتير احيانا في اثناء الحوارات معاهم لما كانوا بيبقوا موجودين، كان عندهم حاجه يمكن احنا بنفتقدها هنا. احنا عشان موجودين في مصر وعايشين الحياه اليوميه ممكن ما نلحظ كتير من التطور اللي بيحصل، لكن لان هم بيسافروا وبيرجعوا، ناس منهم تقعد 6 شهور وترجع، ناس تقعد سنه وترجع، كانوا يقولوا لي دايما احنا بنحس ان احنا بنيجي نلاقي دوله جديده. يعني كل مره بنسافر وبنرجع فبنلاقي دوله جديده، دوله مختلفه، بنلاقي طرق جديده، بنلاقي بنيه اساسيه بيتم تحديثها، بنلاقي مشروعات جديده، بنلاقي مبادرات جديده. انت ادخلتيهم في صلب التجربه المصريه، بقى لهم ممثلين في البرلمان. فكل ده انا بعتقد انه هذا الاقبال اللي حاصل لان هم شركاء في التجربه، في صناعه هذه التجربه، فهم بيحافظوا عليها وبيحافظوا على المؤسسات اللي استقرت وعايزين هذه المؤسسات تستمر. برأيك يا دكتور محمد، وليك خبرة طبعا سواء بكتاباتك الصحفية الكبيرة أو حتى من خلال الشهادات الكثيرة والغنية التي حصلت عليها من خلال برنامجك الشاهد طبعا اللي بيذاع على إكسترا نيوز، برأيك إيه أكتر حاجة ممكن تحسس المصري بفكرة أهمية أنه أنا لازم أنزل أشارك؟ يعني وأنا على ثقة كبيرة أنه حضرتك هتفهم سؤالي، السنة اللي عشناها قبل كده في يعني حكم شعورنا فيه أنه بلدنا بتضيع، هويتنا بتضيع، شعورنا فيه بالغربة في بلدنا، بالغربة في بلدنا، بلدنا كانت بتضيع، هويتنا كانت بتتمسح وكان مخطط أنها تتشطب. إيه اللي ممكن يخلي المصري يحس قوي أنه لا أنا مش عشان اطمئنيت خلاص وعارف أنه الحمد لله عدينا ده فما روحش أشارك، أنا لازم أفضل أشارك عشان هذا الاستقرار يظل موجود؟ هقولك على ميزة من الميزات التاريخية في الشخصية المصرية، وهي أنه المصري بطبعه بيقدر يفرز ما بين الخطر الحقيقي والخطر المزيف. ولما المصريين بيشعروا ان هناك خطر حقيقي بتتعرض ليه الدوله بتلاقيهم يقفوا، زي ما حصل مثلا في 30 يونيو. يعني 30 يونيو كل هذه الحشود نزلت لانه هي كانت على قناعه ان في خطر حقيقي بيهدد الدوله المصريه. ولذلك مثلا في الاستحقاقات اللي قبل كده، هقول لك مثلا يتعلق بالمصريين في الخارج، يعني المصريين في الخارج دول ناس بيبقوا استقروا، راحوا واشتغلوا وعملوا بيوت هناك وعملوا مشروعات، وقد يكونوا مش في احتياج مادي للدولة. لكن لما رئيس الدولة كان بيزور الدول برة كنت بتلاقي الجاليات المصرية بتيجي
وبتقف تحمله البرد تحمله الحر ويرفعوا صور الرئيس ويرفعوا اللافتات في رسالة إلى أنه إحنا بنأيدها، لأن هم كانوا عارفين أن هناك فصيل آخر يعني يريد أن يفسد هذه الزيارات. فلما المصريين بيحسوا بأنه في خطر بيهدد الدولة بتلاقيهم واقفين تماما، خاصة أنه ارتباطنا إحنا ببلدنا يعني مش هقول استغربين يعني، لكن لما تتأملي في ارتباطنا ببلدنا ارتباط مختلف. يعني بيروح المصري اللي في الخارج ده يعيش 30 40 50 سنة في الخارج، وتيجي تلاقي فصيته في الآخر إنه أنا عايز أدفن في مصر. يعني هو بقى موجود. وكمان يا دكتور محمد حاجة تانية برضو بفكر فيها وحضرتك بتتكلم دلوقتي، إنه فينا حاجة برضو أنا معرفش هي موجودة في كل شعوب العالم ولا عندنا إحنا برضو، إحنا يعني هي خاصة بينا، وأنا جوه بلدي ممكن جدا أعترض وانتقد وازعل واتضايق، بس وأنا برا ما اسمحش البني آدم يتكلم على البلد قدامي. يمكن دي نقطة مستحيل بتميزنا بشكل كبير جدا. وعايز أقولك على حاجة تانية كمان، إحنا القليل من بلدنا كتير، يعني شوفي القليل من بلدنا كتير. البلد دي ليها سحر وليها سر يمكن يعني ربنا أودعه فيها، وده اللي مخلي يعني انت بتلاقي ناس مثلا من الخارج يجوا يتكلموا والله، وانا يعني انا استمعت ليهم حتى في برامج مختلفه لما كنت بستضيفهم، تلاقيه قاعد يقول لك انا عايز اساهم، انا عايز ابقى موجود، انا عايز يبقى ليا دور، انا عايز اعمل حاجه عايز اعمل حاجه للبلد. وقد لا يكون هو في احتياج مثلا لانه يعمل كده، لكن هو عنده هذا الاحساس اللي انت شايفاه النهارده. يعني كل الدول، الصور اللي عرضتها اكسترا وعرضتها حتى القاره الاخباريه، الفيديوهات اللي الناس موجوده ومستعده لهذه الانتخابات، وكانها رساله لكل الناس اللي كانت بتزايد على البلد وبتزايد على موقف البلد. وعايز اقول لك على نقطه مهمه جدا كمان، الموقف اللي مصر خدته في احداث غزه يخلي الناس معتزه قوي بالبلد النزيهه دي، بالبلد الشريفه دي، بالبلد اللي هي بتقوم بدور من دافع انساني ودافع عروبي ودافع سياسي عشان تحافظ على شعب فلسطين وعشان تحافظ على القضيه الفلسطينيه. وممكن تكون البلد يعني بتدفع من قوتها ومن قوت ولادها ومن جهدها، لكن هي مش منتظره شيء. الدور ده اعتقد كمان على قوي قيمه الدوله في نظر ناسها اللي بره. واضيف حاجه لحضرتك يا دكتور محمد، خصوصا انه الدور المصري ده اللي المصريين كلهم جوه وبره مصر مبسوطين منه جدا وحاسين بفخر، ويعني كل نزاهه انه ده كان دورنا وموقفنا، خصوصا ان الدور ده كمان جاء بعد سلسله على مدار سنوات من الشائعات هنا وهناك، مصر بتخطط لحاجة، قبول صفقات معرفش إيه، فالموقف ده جاء مسح كل الكلام ده. الإشارة اللي جاية من إقبال المصريين في الخارج، وإن شاء الله يكون الإقبال بنفس الدرجة إن شاء الله في الداخل، إشارة لأنه إحنا عايزين البلد تكمل في الطريق ده، وعايزين البلد تبقى مستمرة وتبقى مستقرة. الناس في مصر نسوا تماما الأزمة الاقتصادية والمشاكل وبتاع، لما لقوا انه احنا عايشين الحمد لله في امن وفي استقرار، وده ليه ثمن غالي جدا. انا دايما بقول حاجه، انه الناس في مصر احيانا ممكن ما يبقوش منتبهين انه الاستقرار ده احنا دفعنا ثمنه من راحتنا ودفعنا ثمنه من قوتنا. ولما بنقول ان احنا لازم نحافظ عليه، فاحنا بنحافظ على مكتسباتنا احنا اللي احنا عملناها. يعني اذا كانت البنيه التحتيه اتعملت دفع فيها فلوس كتير جدا، هضرب لك مثل. يعني من سنين كان الناس يقولوا ايه، هو ايه كل السلاح اللي احنا بنشتريه ده، هو احنا ليه يعني حاملين ايه لزومه، ليه الغواصات، ايه لزومه، عارف ايه جه الوقت اللي الناس لقيت الاجابه، انه انا عندما يقف الرئيس ويقول انه التهجير خط احمر، الخط الاحمر ده هذا التعبير مسنود بالقوه للمصريين اشتروها بفلوسهم، السلاح اللي المصريين اشتروه بفلوسهم. زمان كانت ده بتتعرض فيه بهجوم والشائعات والكلام، وانه لا الناس اولى بالبداه، الناس عايزه تاكل. صحيح الاكل مهم والشرب مهم، لكن في النهايه في اولويات، وقد كانت الدوله المصريه في هذه السنوات العشر مجيده الى درجه كبيره جدا في ترتيب اولوياتها، على عكس اللي كان بيشاه وعلى عكس اللي كان بيقال. عايز اقول لك انه الانتخابات الرئاسيه دي كان مجهز ليها سيناريو لافسادها، وكان مجهز فيها سيناريو
للشوشره عليها واطلاق كم كبير من الشائعات لا لشيء الا لخدش شرعيه هذه الانتخابات. ده اول ما حصلت احداث غزه يا دكتور محمد اصوات طلعت تقول لك خلاص احنا نلغي الانتخابات بقى او ناجلها. يعني ليه؟ يعني طبعا ده طبعا مش متوافق دستوريا، لكن هو تعبير شعبي على انه هو احنا عرفنا احنا عايزين ايه بالظبط، وعرفنا انه احنا واقفين فين بالظبط، وان نقدر نساعد وندعم، وفي نفس الوقت الدوله مستمره في في في, في بنائها بالظبط في خططها. بس يمكن كانت اجابه عمليه على تساؤلات كثيره جدا عند الناس، هي الدوله دي كانت بتشتغل ازاي والدوله دي كانت بتتصرف ازاي. لا، انت استمديتي من الانجاز اللي انت عملتيه ومما حققتيه على الارض، على فكره على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي وعلى مستوى حتى الاقتصاد، لان انا هقول لك على حاجه قد لا ينتبه ليها كثيرين. الازمات اللي احنا بنمر بيها دي باللغه كده بتاعه الفلاحين يعني تبرك بلد، يعني توقع بلد. انت مستمره وماشيه ومكمله وصلبه طولك وصلبه عودك بسبب الشغل اللي حصل في البلد، لانه لو ما كانش حصل تحديدا من بدايه من 2015 لحد 2019 قبل الكورونا، الشغل اللي حصل في الفتره دي هو اللي موقف البلد على رجليها، هو اللي موقف البلد رغم انه الكلام عن حجم الازمه الاقتصاديه ده يوقع بلد يا جماعه، يعني ده صحيح ينهي بلد، ولكن البلد واقفه ومكمله وقادره تستوعب وقادره تتفاعل وقادره تتعامل. فده يقول لك تجاوب بشكل عملي على الناس اللي كانت بتشكك او الناس اللي كانت عايزه تفسد هذا المشهد. نعم، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد الباز، شكرا ليك الكاتب الصحفي طبعا، ان شاء الله تكون معنا دائما ونحلل ونرصد ونستمع الى رأيك وآراء كل المتخصصين في الصور اللي بنأمل إن شاء الله أنها تكون صور مزدحمة بالمصريين يشاركون ويمارسون حقهم الدستوري. شكرا ليك يا فندم. كمان بينضم إلينا هاتفيا نيافة الأنبا دانيال، أسقف أبرشية سيدني وأحد أبناء الجالية المصرية في أستراليا. أهلا بنيافتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بقناتكم، كل سنه طيبين. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. يعني انا وفقا للدول والمواعيد والتوقيتات اللي عندي ان استراليا بيبدا فيها التصويت 12 صباحا منتصف ليل الخميس 30 نوفمبر، ده بتوقيت القاهره. كلمنا اكتر يا فندم لو سمحت عن حضرتك في سيدني طبعا، كلمنا أكتر عن الاستعدادات والتسهيلات اللي عرفتوا كمصريين هناك أنه السفارة والقنصليات بتجهزها وبتقدمها للمصريين في أستراليا. متشكرين لقناة إكسترا نيوز، ربنا يبارك لكم. الاستعدادات اللي قمنا بيها وقامت بيها السفارة المصرية في سيدني على خاصة في 4 نقاط جميلة. النقطة الأولى، سعادة السفير القنصل العام محمد خليل قنصل عام القنصلية المصرية في سيدني بعت لنا جواب بتاريخ 31 أكتوبر 2023 عن الانتخابات اللي هتكون 1/12 2/12 3/12 2023 من الساعة 9 صباحا للساعة 9 مساء كل يوم من الثلاث أيام ما عدا الساعة 2 للساعة 3. أول ما وصلنا الخطاب ده على طول بعتنا لمجمع كهنة سيدني، لأنه نحن بنخدم في ولايتين في أستراليا، هم 3 ولايات بس الولاية الثالثة بعيدة شوية وفيهاش جالية كبيرة، لكن الولايتين نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بعتنا الخطابات دي لكل الكهنة على واتساب جروب. والخطاب بتاع معالي السفير محمد خليل دي النقطة الثانية، أرفقناه بخطاب ثاني من صحفي لكل الكهنة والشعب والقدام والشمامسة، خطاب جميل بيوري ازاي انه لازم الشعب ينتخب بيمارس حقوقه الدستورية من الكتاب المقدس. الخطاب الثاني ده اتبعت في يوم 28 نوفمبر عشان الشعب ما ينساش، لانه الانتخابات هتكون قريبة جدا، فبعتنا الخطاب ده وكل الكهنة استلموه. نمرة 3، دافي اتصل بكل الكهنة تقريبا في الكنائس عشان يخصصوا قداس يوم الجمعة والسبت والحد، الجمعة اللي هو النهاردة والسبت بكرة والحد لسلام ومحبة وأمان مصر ونجاح الانتخابات.
ولإخراج بسطات من الكنائس تروح السفارة المصرية في سيدني عشان تدلي بالشعب يدلي بصوته. ونحن الحقيقة اسم حضرتك ممكن أتعرف بيكي؟ منا يا فندم. أنا عايز بس أقول 7 إنجازات حصل حديثا في الدولة المصرية الحديثة، وال7 إنجازات دي نحن فخورين بيها من اللي حصل في مصر. عايز أقول لما بدء بسرعة، أنا عارف وقتكم غالي، لكن دي بتربط المصريين اللي في الخارج بالمصريين اللي في الداخل، ونحن قلبنا مع مصر بكل خطوة. نحن متابعين إنه فخامة الرئيس السيسي يتسبب في استقرار وأمن مصر ومحاربة الإرهاب. كنا بنسمع زمان عن انفجار كنيسة البطرسية، حاليا عايشين في سلام وأمان، وفخامة الرئيس بيزورنا في عيد الميلاد، وفرحانين جدا نحن هنا كأقباط في مصريين في سيدني. الإنجاز الثاني توسيع قناة السويس، وجعلها جعل لها ممرين، حاجة عظيمة بتدير دخل في مصر. وما المتكلم السابق قال نقطة حلوة أنا سمعته، بيقول كورونا وقعت بلاد واقتصاد بلاد، لكن بالفكر الثاقب للمسؤولين وعلى رأسهم فخامة الرئيس السيسي، توسيع قناة السويس عملنا دخل زيادة لمصر. الحاجة الثالثة وعجبتنا جدا، أنا من دير أنبا أنطونيوس في البحر الأحمر. أنا راهب من دير أنبا أنطونيوس، الأسقف لازم يكون راهب عندنا في الكنيسة، فبنزل مصر مرتين في المجمع المقدس والسيمينار، وفي الطريق بنروح نشوف العاصمة الإدارية الجديدة. والحقيقة نحن we are very touched، يعني قلبنا فرح إنه فخامة الرئيس السيسي بنى أكبر كنيسة الميلاد وأكبر جامع فتح الرحمن، ونحن فرحانين بالإنجاز العظيم نمرة 3 ده. نمرة 4 بناء مدن جديدة مثل أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وإتسترا، والطرق والكباري الجديدة. يعني طريق أنبا أنطونيوس الدير بتاعي لما بروح كنا بناخد فيه 3 ساعات من القاهرة، حاليا الطريق الجديد اللي عمله الجيش المصري اللي نحن فخورين بيه بناخد 2 ساعة بس. نمرة 5 تقوية الجيش المصري بريا بحريا وجويا، وأصبح الجيش المصري من أعظم جيوش مصر، ونحن بنطلب ربنا يحافظ على الجيش المصري اللي أنقذ مصر مرات كثيرة. آخر نقطتين أنا طولت عليكي معلش. خلق علاقات قوية مع دول العالم وسعي للسلام بالذات في السودان وغزة. الرئيس السيسي عمل اجتماع لدول الجوار بتاع السودان، ونحن بنصلي إنه ربنا يجيب سلام للسودان وغزة. ولعل أكبر دليل إنه الرئيس السيسي والحكومة المصرية يسعوا للسلام إن هم نجحوا في عمل هدنة في الحرب بغزة. والنقطة الأخيرة نيافتك؟ النقطة الأخيرة إنشاء مصنع للطاقة النووية في الضبعة للأغراض السلمية. very very proud of Egypt. ربنا يبارك لكم ويحافظ عليكم، وأنا متشكر إنكم استضفتوني. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك نيافة الأنبا دانيال أسقف أبرشيت سيدني وأحد أبناء الجالية المصرية في أستراليا. الحقيقة يعني طول المكالمة وأنا على وجه ابتسامة، لأنه دايما كنا بنقول أنه أحيانا المصريين برا ما بيبقوش مربوطين قوي باللي بيحصل في البلد أو بيعرفوه، زي ما كان من شوية ضيفنا الكريم بيقول، زي الدكتور محمد الباس كان بيقول، لما بينزلوا مصر بيلاقوا أنه إيه ده، إحنا كأننا جايين دولة جديدة. بس الحقيقة أنه اللي سمعناه دلوقتي مع حضراتكم، لا كل حاجة متابعينها، يعني حتى الطرق والمشروعات، الطرق اللي بتربط ما بين القاهرة العاصمة وما بين يعني الأديرة أو الأماكن والمحافظات المختلفة، المصريين في الخارج عارفينها ومتابعينها وبينزلوا يشوفوا المشروعات العملاقة كمان اللي بتتنفذ على أرض الوطن. حزب مستقبل وطن
نظم في محافظة كفر الشيخ نظم مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. شهد المؤتمر حضور قيادات الحزب ونخبة من رجال الفن والرياضة وجمع كبير من المواطنين من جميع مراكز المحافظة زادت عن 5000 مواطن. بيأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها الحزب في كل محافظات الجمهورية. كلنا النهاردة كل شعب كفر الشيخ وكل الشعب المصري كلنا مصطفين خلف سيادة الرئيس، بنقول له احنا وراك يا سيادة الرئيس، كلنا ثقة في حضرتك، كلنا ثقة في قراراتك. ان شاء الله يوم 10 و11 و12 هنضرب المثل لجميع الدول ان مصر فيها شعب عظيم ملتصق بقيادته السياسية وداعما لها بقوة، وان شاء الله بإذن الله هنكون كلنا امام صناديق الاقتراع لمؤازرة القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الحشود دي لمست هذا الرؤية اللي كانت لدى القائد والزعيم، فكله كان جاي النهاردة عشان يعلن تأييده لفخامة الرئيس لانتخاباته. كل دول جم يقولوا احنا وراك سيادة الرئيس، ان الامن القومي المصري خط احمر، وان احنا وراك على قلب رجل واحد. احنا نسبة العالم كله ان في شعب واقف ورا القيادة، لان طول ما القيادة بتتخذ قرارات لازم الشعب واقف وراها، وده الغرض من اللي احنا الحشد ده لازم يبين للعالم الخارجي. احنا عندنا شعب بيؤمن بقيادته، شعب بيؤمن بجيشه، وان شاء الله باذن الله كلنا ورا سيادة الرئيس. مظاهرة حب وتأييد لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا كلنا وراه ان شاء الله بكل جهدنا ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يوفقه للخير ان شاء الله ولصالح البلد باذن الله. نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك تحت عنوان أمان استقرار تنمية. وشهد المؤتمر حضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة من الفنانين والإعلاميين والرياضيين. كل الناس جاية فعلا على قلب رجل واحد، ان كلها بتقول له سيادة الرئيس كمل المشوار، كمل عشان مسيرة الامن والاستقرار، كمل عشان نوصل للجمهورية الجديدة. مظاهرة حب بتقول لسيادة الرئيس احنا وراك، بتقول له احنا واثقين فيك جدا، احنا عايزينك جدا، احنا شايفين كل اللي عملته. انا كأمينة المرأة في حزب حماة الوطن اقدر اقول لك ان السيدات عاملين تنظيمات كبيرة جدا للذهاب لقاعات الانتخابات. لازم تنزل، لازم نوري للعالم، ودي حتة مهمة جدا ورسالة مهمة جدا بعد موقف سيادة الرئيس في سيناء، لازم يوري ان الشعب كله وراه، ان الشعب نازل بينتخب. يوم 10، يوم 11، يوم 12، احنا لازم نقول، مش نقول لفخامة الرئيس بس، لا احنا لازم نقول للعالم كله هو ده شعب مصر، شعب مصر اللي خلف القيادة السياسية، شعب مصر اللي لازم كله ينزل، شعب مصر لازم اول يوم في اول 4 ساعات في اول 3 ساعات نكون كلنا موجودين، كلنا بالرد الجميل للرئيس. ونذهب إلى كندا، وكندا هيكون التصويت فيها للمصريين طبعا في هناك هيكون 4 مساء بتوقيت القاهرة، يعني غدا الجمعة 4 مساء بتوقيت القاهرة. ماذا عن الاستعدادات وماذا عن مشاركة المصريين هناك يعني اللي بنأملها؟ هيكون معنا هاتفيا من كندا الأستاذة غادة السعدني، وهي إحدى أعضاء الجالية المصرية بكندا. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني سعيده جدا ان انا معاكم النهارده في قناه اكسترا نيوز. اتفضل. احنا اسعد، وبعد ساعات بينطلق اهم استحقاق دستوري في البلاد. بالفعل الساعه 10، يعني من حوالي ساعه ونص دلوقتي بدات الانتخابات الرئاسيه في نيوزيلندا. عند حضرتك في كندا 4 مساء بكره ان شاء الله الجمعه بتوقيت القاهره، مظبوط كده؟ بالظبط كده، الساعه 9 صباحا، هو في فرق التوقيت 7 ساعات بالظبط. حاسبين احنا فرق التوقيت يا فندم، حاسبينه. طيب استاذه غاده، المصريين في كندا يعني بمحادثاتكم، معارفكم، حتى على الجروبس اللي على الواتساب بتقابلي الناس هناك، شايفين ازاي الانتخابات الرئاسيه، وايه مدى الاراده اللي موجوده فعليا للمشاركه في هذه الانتخابات؟ يعني طبعا احنا كمصريين بالخارج في منتهى السعاده انه اساسا عندنا الفرصه متاحه لينا بان احنا نقدر نعمل عمليه مشاركه في العرس الانتخابي الديمقراطي للمره الثانيه كمصريين بالخارج.
وان احنا عندنا القدرة ان احنا نعبر عن صوتنا ونقدر ان احنا نعمل مشاركة إيجابية ونمارس حق الدستور بتاعنا التعبير عن رأينا والاختيار، ويكون لنا دور في المساهمة في بناء مستقبل مصر، لان القرارات اللي هتتاخد في نتائج الانتخابات هي اللي بتحدد ازاي هيكون في امن وامان واستقرار في اللي جاي. فاحنا طبعا سعداء وكل واحد بيحاول يعمل اللي يقدر عليه علشان يدعو الناس ويعرفهم عن الانتخابات، لان فعلا بلدنا الام بالذات في الظروف الحاليه والصعوبات اللي بيمر بيها العالم والمنطقه مع القيادات، مع القرارات الحكيمه من القياده السياسيه بتاعتنا وقرارات الحكم الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، تستحق مننا كل الدعم والفخر والاعتزاز. واقل حاجه نعملها ان احنا ننزل ونشارك ونتواجد في هذا الحدث المهم طبعا. وعلشان كده يعني احنا كل واحد بيحاول زي ما انت قلتي على الجروبات، على الواتساب، على الفيسبوك، جروبات ما دي طريقه التواصل دلوقتي خلاص في العالم بالضبط. صحابنا، معارفنا، ده جزء. الجزء الثاني طبعا احنا بنمثل سفراء لبلدنا بالخارج. فمش بس ان احنا بندعو المصريين اللي زينا اللي ممكن يبقوا بعيد شويه عن المعلومات اللي تخص مصر، فاحنا بنعرفها لهم. احنا كمان يهمنا ان احنا نبقى واجهه مشرفه للعالم والجنسيات الاخرى، وانت عارفه طبعا كندا يعني كومبليت فيها دايفرستي كبيره جدا طبعا، كل حد تنوع كبير طبعا. مع حضرتك يا استاذه غاده، فيها تنوع كبير طبعا كندا. معلش سوري، فيها تنوع كبير حضرتك كنت بتقولي فيها تنوع كبير طبعا. فيها بالضبط، فيها تنوع كبير جدا من الجنسيات المختلفه. فاحنا بقى دورنا كل واحد يقدر يوصل المعلومه بطريقه بسيطه ويحكي ويعرف الجنسيات المختلفه والجيران والمعارف وصحابنا وزمايلنا في الشغل ان مجريات الامور ايه في بلدنا، علشان احنا بنفتخر بيها فعلا يعني. واحنا سعداء اصلا ان احنا يعني مصريين، والحمد لله بقى الجاليه المصريه وفكره ان انت اسمك مصري في كندا دي حاجه يعني الواحد بيفتخر بيها فعلا. يعني لما بتقولي لحد I'm from Egypt يقول لك اوه، يعني عارفه الفكره The country of pyramids, civilization. ايوه ايوه، كل الكلام ده بيتقال. وتوريزم طبعا السياحه. وعندك بقى يعني ما فيش اكتر من الحاجات الجميله اللي كمان دلوقتي مؤخرا مع التطور اللي بقيتي قادره تفرجيها عليهم. يعني اتس نوت اونلي هيستوريكال، يعني مش بس الجزء التاريخي والقديم بتاع مصر، لا ده الجزء الحديث، العالمين، العاصمه الاداريه، يعني في حاجات حديثه بتكمل الصوره المشرفه. صحيح. فدي رقم اثنين. رقم ثلاثه، ودي حاجه مهمه جدا جدا، ان احنا كمصريين يعني ادلت مقيمين هنا، احنا المفروض ان احنا نكون قدوه للجيل الثاني اللي هم اولادنا طبعا. فاحنا لان هم دول امتدادنا، فاحنا لازم احنا كاولياء امور نعرف اولادنا بده، هنعرف لهم طبعا احسن طريقه ان احنا نتكلم في البيت ونحكي ونخليهم يبقوا انفولفد واوير باللي بيحصل في مصر، ايه اللي بيحصل، الانتخابات تفاصيلها عامله ازاي، ايه الاوراق يعني. ويعني ايه فكره الانتخابات نفسها، وان عندك اكتر من كانديديت او مرشح، وكل واحد ليه برنامج انت بتسمعه وبتشوف انت مقتنع بمين اكتر وعايز مين اكتر يمثلك فهتروح تديله صوتك. الفكره نفسها، الفكره نفسها يعني انا اولادي ما بين اعمار المتوسطه اللي هي لسه ما عندهاش قدره على الانتخاب، وفي الكبير اللي ممكن ينتخب. فبحكي للصغيرين بصوره مبسطه احنا هنروح نعمل ايه وهننتخب ازاي، ايه البروسيس نفسها، وليه الناس بتعمل كده، علشان يبقى ليهم دور في صنع القرار. والكبير بدفعه ان هو لا انت لازم تيجي، طب فضي نفسك. طبعا انا عايزه اقول لك ان احنا عندنا يعني لو بتكلم علينا احنا في كندا، كندا بلد كبيرة جدا من المساحة طبعا. يعني في مناطق سفر لها بطيارات لمسافات كبيرة، فده تشالنج او تحدي كبير جدا علشان الناس تقدر تروح تنتخب. فانت لازم تقنعي الناس او ولادك او كده ان هم يستقطعوا من وقتهم تقريبا يوم كامل. يعني لو بتكلم عليا انا مقيمه في منطقه تورونتو، وتورونتو تعتبر تقريبا اكبر جاليه مصريه هي ومونتريال تليها مونتريال. يعني في حوالي 150 ألف مثلا مصري في منطقه تورونتو والاماكن المحيطه بيها. المسافه بقى من عندنا لحد اوتوا اللي هو مقر السفاره من 5 إلى 6 ساعات سواقه. هو عطله نهايه الاسبوع والويك اند عندكم سبت وحد يا استاذه غاده، مظبوط؟
اكزاكتلي بكره اول يوم ده هيبقى يوم شغل بالظبط. فهو المتوقع انه الكثافه تكون يومي السبت والحد علشان عطله نهايه الاسبوع. بالظبط كده. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر. طبعا اصلا اختيار الويك اند اختيار عبقري لانه الناس هتبقى عندها سهوله جدا انها تقدر ان هي تروح. طبعا انا بتمنى ان الناس تشارك مشاركه ايجابيه. برضو في تسهيلات كتير في يعني جهات كتير عامله اوتوبيسات ووسائل تساعد الناس انها تروح. فده ان شاء الله هيحفز الناس انها تقدر تروح وتعمل مشاركه ويبقى فيه هيكون عامل مشجع كبير. طبعا أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر من كندا تحديدا من تورونتو. كنت معنا الأستاذة غادة السعدني إحدى أعضاء الجالية المصرية. شكرا لحضرتك يا فندم. وبدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، بدأت عملها اعتبارا من 10 من مساء اليوم الخميس مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا، وهي أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات، وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر. وترأس المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، ترأس غرفة العمليات يعاونه أعضاء الجهاز، واستهل العمل بإجراء اتصال مباشر عبر تقنية فيديو كونفرنس مع سفير مصر لدى نيوزيلندا السفير جورج عازر، باعتبار أن الأخير رئيس لجنة الاقتراع في السفارة بوصفه رئيس البعثة الدبلوماسية. وأكد السفير جورج عازر أن لجنة الاقتراع داخل السفارة المصرية والتي تتولى الأمانة العامة أو يتولى الأمانة العامة بها كريم الحسن بدأت عملها في تمام 9 صباحا وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن جميع أعضاء البعثة وطاقم السفارة المعاون متواجدون، وأنه سبق تدريبهم وفقا لتعليمات وضوابط الهيئة. وأوضح السفير المصري أن هناك جالية مصرية في نيوزيلندا تتراوح عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن، وأنهم يتركزون في عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعا أن تشهد العملية الانتخابية إقبالا من جانبهم على مدى أيام الاقتراع. من جانبه أكد المستشار أحمد بن داري أن غرفة العمليات المركزية وعبر التقنيات المتطورة تمكنت من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها، مشيرا إلى أن تلك المتابعة ستجرى على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات. وأضاف أيضا أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذا متابعة عملية التصويت وفقا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتا إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين. يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، 2، و3 من ديسمبر في 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة. في ظل استعدادات السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، نتابع مع حضراتكم مشاهد عن استعدادات السفارة المصرية في أبوظبي بدولة الإمارات. We'll be right back.
أيضا نتابع الآن على الهواء مع حضراتكم مشاهد من استعدادات السفارة المصرية في الكويت للانتخابات الرئاسية 2024. ونتابع الآن مع حضراتكم مشاهد من استعدادات السفارة المصرية في الجزائر. وأيضا للمزيد من المتابعة بينضم إلينا هاتفيا الأستاذ رامي علم الدين أحد أبناء الجالية المصرية في البحرين. أهلا بك يا أستاذ رامي. أهلا وسهلا بك. المصريين في البحرين بيستعدوا للانتخابات الرئاسية والمشاركة بحسب الجدول الزمني المحدد، فالمشاركة أو يعني الانتخابات تبدأ في البحرين في تمام 8 صباحا بتوقيت القاهرة. قول لنا يا أستاذ رامي، ما هي الاستعدادات اللي تبلغتوا بيها أو اللي حضراتكم عارفينها من السفارة المصرية؟ بالظبط يا فندم، هو زي ما سيادتك بتقولي كده، احنا ان شاء الله 9 بتوقيت البحرين 8 بتوقيت القاهره ستشهد البحرين بدء عمليه التصويت على اكبر حدث انتخابي في جمهوريه مصر العربيه، وهو اختيار رئيس الجمهوريه. فاحنا طبعا استعدادنا زي اي دوله متلهفين للعرس الانتخابي في مملكة البحرين. إن شاء الله إحنا على أتم الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت. تم التنسيق بشكل كامل مع سفارة جمهورية مصر العربية في مملكة البحرين، السفيرة ريهام خليل والبعثة الدبلوماسية. الحمد لله الأمور تمام واحنا مستعدين، وان شاء الله احنا في انتظار بدء عمليه التصويت ان شاء الله في الصباح الباكر. هل يا استاذ رامي وسط معارف حضرتك، قرايبك، اصدقائك، زملائك في العمل، هل بتلمس انه في احساس بفكره المسؤوليه وفكره انه المشاركه دي يعني هو واجب وحق دستوري، وهي برضو جزء من مساهمتي في بلدي، انه انا بشكل تاريخ بلدي او مستقبل بلدي، وانه صوتي بيفرق، هل الاحساس ده موجود يا فندم؟ بلا شك يا فندم، المصري في الخارج لا ينفصل كليا عن المصري في الداخل، مهتم بقضايا الوطن في الداخل. المصري في الخارج دايما هو حريص على المشاركه الانتخابيه طول الوقت في جميع الاستحقاقات الدستورية، وحريص على المشاركة في رسم خريطة المستقبل ليه ولأولاده. فزي ما حضرتك بتقولي إن العرس الانتخابي اللي موجود حاليا وهيكون بإذن الله موجود في البحرين صباح الباكر على مدار 3 أيام، كل المصريين في مملكة البحرين متحمسين، وبيكون عرس ديمقراطي باصطحاب أطفالهم وأعلامهم والتعرف على
بلدهم واختيار رئيسهم القادم إن شاء الله. بشكر حضرتك الأستاذ رامي علم الدين أحد أبناء الجالية المصرية في البحرين. وإلى اتصال هاتفي مع الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. يعني أكتر من اتصال هاتفي على مدار حوالي الساعتين اللي فاتوا مع ناس كتيرة من المواطنين المصريين المقيمين في الخارج من كندا، من سيدني، من البحرين ومن غيرها. دايما بسأل سؤال يا دكتور جمال، إنه قد إيه وسط معارف حضرتك وقرايبك وزمايلك في الشغل حاسس إنه في رغبة حقيقية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية؟ والإجابة دائما تأتي واحدة، إنه قدر كبير من الحماسة وإنه الكل في انتظار فتح اللجان للتوجه لأنه ده دورنا تجاه بلدنا. طبعا كل يقول العبارة بطريقة بمفرداته هو الشخصية. إذا حضرتك شايف المصريين في الخارج عندهم هذا القدر الكبير من الوعي والإحساس بالمسؤولية لضرورة المشاركة في أهم استحقاق دستوري تشهده البلاد؟ يعني ساعات قليلة وتفتح اللجان الانتخاب في السفارات والقنصليات المصرية، وكل المواطنين المصريين اللي موجودين خارج البلاد هتبقى لديهم هذه الفرصة للمشاركة في تقرير مستقبل بلدهم. لدينا تجربة سياسية في الحقيقة جديدة، يعني في تعددية سياسية واضحة، في برامج سياسية متنوعة، في قيادة سياسية بمثلة رئيس عبد الفتاح السيسي لها إنجازات ولها أفضال كثيرة على هذا البلد، وفي أيضا مرشحين شديد الاحترام لديهم أفكار ولديهم برامج وأتيحت لهم فرصة كاملة لعرضها. أنا متأكد أن ده بيخلق حيوية سياسية وبيشجع المواطنين على الاستفادة أو الاستغلال هذه الفرصة للاختيار. فأعتقد أنه التعددية السياسية فرصة الاختيار هي اللي بتشجع الناس على المشاركة، وهنتأكد من ده بالتأكيد خلال الساعات القادمة لما تفتح اللجان لاقتراع أبوابها إن شاء الله. دكتور جمال، لو بنتكلم عن الاستحقاق الرئاسي أو أنه هذه الانتخابات طبعا هي بتعتبر استحقاق الرئاسي الرابع اللي بيشارك فيه المصريين في الخارج بعد انتخابات رئاسية 2012 2014 و2018، هل برأي حضرتك طبعا أنه قدر المشاكل أو العقبات أو الأزمات أو قدر عدم الاستقرار في العالم أو في المنطقة أو قدر الظروف المختلفة بتفرق في مشاركة أو نسب إقبال ومشاركة المصريين في الخارج أم إنه ملهاش علاقة؟ خليني أقول أبدأ بداية إن أنا عموما لي عتب على المصريين في الخارج، إنه إجمالا في كل المناسبات الانتخابية السابقة مشاركتهم عادة لا ترقى إلى المستوى اللي بنتمناه وبنحلم بيه، بتبقى أقل بكثير من مستوى مشاركة المواطنين في الداخل. لكن في نفس الوقت خليني أقول إنه وأدعوهم جميعا للتفكير في إنه تأملوا المشهد الإقليمي، تأملوا المشهد العالمي، تأملوا حالة عدم الاستقرار المخيفة في الحقيقة في الإقليم وأيضا في أماكن أخرى في العالم، وإزاي إن بلدنا بيلعب دور رئيسي في استقرار هذا الإقليم، وإزاي إن بلدنا بتمتع باستقرار أمم تانية محرومة منه وتتمنى ولو جزء بسيط منه، وإنه جزء من هذا الاستقرار يرجع لطبيعة النظام السياسي، لاستقرار النظام السياسي. بدعو الناس إنها تفكر في إنه وتقدر انه كل ان لدينا بلد مصر مستقر امن، نستطيع المغتربين في الخارج يستطيع ان يعود له وقت ان يحب، ويقارن ده بمواطنين اخرين من بلاد مجاورة هيفكر ألف مرة قبل ما يقرر يرجع بلده ولو لزيارة بلاد فيها صراعات، بلاد فيها حروب اهلية. وللاسف الشديد البلاد المعرضة لمثل هذه الأزمات
في منطقتنا بتزيد لا تقل يعني، وقريبة منا جدا كمان حتى جغرافيا يعني. هنا يا دكتور جمال ممكن حد يسأل حضرتك يقول لك طيب أنا عارف أنه العالم كله غير مستقر، وعارف أنه في أزمات كثيرة جدا وأزمات في المنطقة والإقليم وأزمات قريبة من الوطن، لكن هو أنا يفرق في إيه أو إيه اللي هيعمله صوتي لو أنا رحت شاركت في الانتخابات أو ما شاركتش؟ إيه علاقة ده بأنه الدولة عندنا تكون أكثر أمنا واستقرارا؟ ممكن حضرتك تشرح لنا؟ ايا كان الاختيار للتصويت تصوت لهذا المرشح او ذاك، لكن التصويت لمرشح هو تصويت لبرنامج سياسي. التصويت في حد ذاته بغض النظر عن مين المرشح اللي انت بتصوت له، هو تصويت للوطن، هو تصويت للنظام السياسي لشرعيته لاستقراره لرغبتنا في مواصلة الاستقرار، مواصلة الأمان، حتى لما بتكون عندنا آراء مختلفة في السياسات العامة المطبقة، حتى لو كان في اختلاف على هذه القضية أو تلك، وما فيش بلد مواطنيها بيتفقوا مع كل السياسات اللي بتطبق. هذه يعني قضية يعني يصعب تخيلها في القرن 21، الناس تختلف على كل شيء، لكن المهم هو الحفاظ على المؤسسات، الحفاظ على الهياكل والركائز الأساسية للبلد. التصويت في الانتخابات بيبعث رسالة بهذه الثقة وهذه الرغبة. أي مرة تانية أيا كان اختيارك السياسي، إذا كنت تفضل مرشح يميل قليلا لليمين أو يميل قليلا إلى اليسار، أو بتصوت لصالح الاستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكل ده تصويت لبرامج سياسية، لكن التصويت في حد ذاته هو تصويت للوطن، هو تصويت للاستقرار، هو تصويت للشرعية. فيفرق كتير انه العالم ينظر لنا كبلد او يرانا كبلد، اهله يثقوا فيه، اهله يمنحون نظامه الشرعية، وده بالتأكيد بيمكن القيادة السياسية ايا كان مين هي وهي تتعامل مع العالم انها تبقى مستندة إلى جدار شرعية قوي حقيقية من الدعم والتأييد والشرعية والاستقرار. نعم طبعا. توقعات حضرتك ايه يا دكتور جمال في مشاركة المصريين في الخارج؟ طبعا اتحدث يعني احنا عارفين طبعا انه عندنا الكتل الاعلى، طبعا احنا بنتكلم انه غالبية المصريين المغتربين في الدول العربية، نتحدث عن 70% تقريبا تأتي في الخليج، السعودية في المرتبة الاولى بحوالي 48%، وطبعا الكويت والامارات وقطر، ثم نتحدث عن التجمع الثاني من المصريين اللي موجود في دول اوروبا وامريكا الشمالية، نسبته حوالي 38% تقريبا. الولايات المتحدة الأمريكية نسبتها المركز الخامس من حيث عدد الناخبين المسجلين بالخارج. دي الأرقام والإحصائيات اللي موجودة، حضرتك بتتوقع إيه يا فندم؟ خليني هقول يعني توقع إجمالي إنه تصويت المصريين في الخارج سيظل أقل من تصويت المصريين في الداخل، وما زلت يعني لدي هذا العتب على اخواتي يعني واهلي المصريين في الخارج، لانه في كفاح كبير اتعمل هنا في مصر علشان منح الحق في التصويت للمصريين في الخارج، فالاستفاده منه امر ضروري، وتاكيد انه هذا الكفاح لم يكن بلا معنى، لا بالعكس في فعلا مواطنين راغبين في المشاركه. أتوقع أنه هيظل أقل من التصويت في الداخل، لكن أتوقع أنه تصويت المصريين في الخارج هذه المرة هيكون أعلى من تصويت المصريين في الخارج في المرة السابقة. هذه المرة لدينا انتخابات فيها تعددية سياسية وبرامجية وفكرية واضحة، المرشحين أربع مرشحين، ثلاث مرشحين من أحزاب مختلفة ومرشح مستقل، وبيعبروا عن تيارات سياسية مختلفة، وكل مرشح منهم له تاريخ سياسي وميراث سياسي مميز جدا. فنحن نتحدث إذن عن انتخابات جاذبة للمشاركة، جاذبة للاهتمام، ولهذا أنا أتوقع
نسبة مشاركة من المصريين في الخارج وأيضا إن شاء الله من المصريين في الداخل أعلى مما شاهدناه في الانتخابات السابقة. بإذن الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المدخلة الدكتور جمال عبد الجواد، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا لحضرتك يا فندم. احنا طبعا تغطيتنا مستمرة، يمكن بدأنا مع حضراتكم من 10 مساء يوم الخميس 30 نوفمبر هذه التغطية. هذه التغطية مستمرة على مدار الجمعة طوال الليل ويوم الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من ديسمبر. بافتتاح هذه التغطية بدأ التصويت بالفعل في نيوزيلندا، وشفنا مع حضراتكم مجموعة من الصور واللقطات والمشاهد، ولكن تباعا طبعا باختلاف فروق التوقيتات بين دولة وأخرى بتأتي الصور وتفتح اللجان ويذهب المصريون إلى المشاركة. إن شاء الله على شاشة أكسترا نيوز هنكون مع حضراتكم على مدار 3 أيام طول الليل والنهار، نرصد ونتابع ونحلل وننقل لحضراتكم هذه الأجواء لتصويت المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية 2024. وتغطيتنا مستمرة على أكسترا نيوز، أبقوا معنا.